باش نساهموا جميع انجاح الدخول المدرسي لهذه السنه ونتمكنوا من الحفاظ على صحه وسلامه وليداتنا، خصنا كاملين نحترموا بكل دقه البروتوكول الصحي اللي وضعته الوزاره بتنسيق مع المصالح الصحيه، وغادي تعمل على التنزيل ديالو بتعاون مع جميع الشركاء باش ان شاء الله التحصيل الدراسي ديال بناتنا ووليداتنا يدوز في ظروف جيده. اشنو هي هذه الاجراءات الوقائيه؟ قبل ما نخرج من المنزل ضروري نغسل اليدين جيدا بالماء والصابون او نعقمهم بالمحلول الكحولي، ولبس كمامه نقيه وبالطريقه الصحيحه. الكمامه راها اجباريه غير على التلاميذ اللي في السنه الخامسه ابتدائي فما فوق. في طريقي للمدرسه نتجنب مصافحه الاصدقاء ونسلم غير من بعيد ونحترم مسافه متر واحد على الاقل مع الاخرين. اما اذا كان خصني ناخذ النقل المدرسي او اي وسيله نقل اخرى فضروري نحترم قواعد التباعد الجسدي ونتجنب ملامسات الاسطح والمقاعد والابواب ما امكن. ملي ندخل للمؤسسه التعليميه دائما خصني نحترم التباعد الجسدي مع اصحابي ونتجنب التجمعات والمصافحه والعناق. نتبع التعليمات والارشادات الموضوعه في مدخل المؤسسه وندخل من الممرات الخاصه بالدخول ونتبع علامات التشوير في الحجرات الدراسيه وجميع مرافق المؤسسه كملاعب رياضيه كمكتبات ومطاعم الى اخره. عند رجوعي الى المنزل نزول الحذاء ديالي في الباب ونحيد الكمامه ونرميها في كيس بلاستيكي ونسدو ونبدل الحوايج اللي خرجت بهم واللي خصهم يتنطفوا يتشمسوا مزيان، وبعدها نمشي نغسل يدي بالماء والصابون. هاد الاجراءات الاحترازيه ضروريه حيت فيها السلامه لينا ولغيرنا.